مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربي، نزل عندنا التحديث الشهري لتطبيق الانشط. هذا التحديث إجا وياه مزايا جديدة اللي هي انحناء النص وانتقالات وإطار مفتاحي. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن المزايا الجديدة، طلب أن تشتركون بالقناة، تفعلون الجرس، لايك الفيديو. الآن راح أدخل من داخل التطبيق أشرح لكم. حتى نحدد تطبيق الانشط راح ندخل على الأبل ستور، ندخل بالأعلى وننزل الشاشة إلى أسفل، راح تنزل التحديثات النازلة وننزل الانشط. هذا التحديث بمزايا جديدة رقم 178.0. قبل ما نحدث نروح على الإعدادات، ننزل على عام، ننزل تحديث البرنامج، تأكد آخر تحديث، بعدها على مساحة التخزين، وهذه المساحة الكلية 128، المستخدم 95، فرق بيناتهم لازم يكون بين 20 و30 جيجا. بعدها هنشوف كم مساحة الانشوت، لو كانت مساحة عالية فنحذفها، مساحة الانشوت قليلة ما عبر 1 جيجا الأفضل تخليه، ونروح نحدث. الآن التحديث يكون من الأبل ستور وراح تنزل المزايا الجديدة. كمل التحديث، أدخل عليه مثل ما تشاهدون هذه الميزة الأولى، الإطار المفتاح الصوتي هنا، والميزة الثانية مثل ما تشاهدون انتقالات جدا رائعة وانحناء النص. هذا الشيء اللي كثير يبحثون عنه، انحناء النص جدا رائع. الآن تكبس على نعم، حتى تطبقها هنا راح تدخل على الصورة، تختار أي صورة، نختار هذه الصورة مثلا، وبالمزايا راح ندخل على الصورة ونختار أي صورة هنا، ونختار أي خط مثلا تحديث الشهر السادس حتى نسوي منحني، راح ندخل هنا وندخل هنا، حيظهر عندنا خط وهذا تحديث الشهر السادس. جدا رائع، هذه أول ميزة. أما الميزات الباقية فراح تكون بالفيديوهات. لو اخترنا الفيديو، اخترنا هذه الصورة، طبعا هنا راح تكون المنحنيات للصورة اللي بالموسيقى. أما الميزة الثانية فكانت انتقالات، هذه الانتقالات راح تلقوها هنا بالأسفل، إذا دخلت هنا راح تكون الانتقالات الجديدة اللي نزلت، هذه اللي تشاهدوها هنا، انتقالات جدا رائعة وكنت أبحث عنها، هذه الانتقالات الحلوة. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب لا تنسوني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي ومع ألف سلامة.